عين وصار انفجار قدام معلم الكهان وطي ولا نص عليه عمره عافيه انه ما يعرف ايش يسوي في النوم ضروري جماعه السكر انهم يلتزمون بالطعام يعني هو يعني لازم السكر يا دايما ماكو انا شويات اخليها قدر الامكان الاكل حذاء مالتي ما البسه مفتوح اخاف يعني لا سمح الله ده شيء وشوكه او بزازه او مرات مثلا اذا ما قدرت اتحمل الحذاء مالتي تصير بخه ويحصر الدرس هذا لا سمح الله بعدين يصير غرغرينا اللي هو هذا الجانج اللي انا كنت معرفه قص على رجلك بالضبط من اجل اريد اقرر دائما اهم السكر بصحه الغشاوي من يرتفع او حتى من يصير عندهم بس هو دائما السكر يضرب العين يضرب البنكرياس يؤدي الكلى فقدر الامكان من اريد اجي اني اقرب اظافري او اقرب اظافر رجلي او ايدي ضروري احد يقرب لي اياها اني اعشي ما اقوم اشوف ما اشوف يعني يرتفع ما السكر فخاف يجي يطرد اللحم اللي يصفي الأوسكار. فهذا ايش راح يسوي لي راح يسوي لي مثلا قرحه والقرحه ما راح تطيب لا سمح الله لان انا عندي سكر فضروري انه هو الاعتناء بهذه الامور ضروري جدا انه بين اصابعي دائما يكون نظيف من اغسل اذا اتوقف دائما انشف ليش؟ لانه هذا اذا صار يعني اذا صار بيناتهم اكو التهاب هذا هو مو زين